نرحب بكم في الصومال الوفد الإماراتي اللي جاء اليوم نقول لكم أهلا وسهلا في بلدكم ووسط أهاليكم. نحن عندنا هذه المصيبة الجفاف، ناس المتضررين بالجفاف ليسوا غرباء عنكم، هم أهاليكم وإخوانكم في العروبة والإسلام. وشعب الصومالي وحكومته يشكركم في هذه المساعدة التي جاءت في أوانها. نقول لكم هذه ليست المرة الأولى، بل حصلت مثل هذه المساعدات مرارا وتكرارا. شكرا لكم على صنيعكم الجميل.